خمس دقائق ما هي بويا كافيتني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا معتذر للجلسة كاملة وللقاعة بي اللي انفعلت ونعرف عني منين انفعلت. ما أنا قايل عني صادق غير قايل عني قط تعذبت قط وعذبت ونعرف التعذيب شنو معناه. والعرب عندها مقولة دارجة تقول عن ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. وفقدني ذا بالشعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وقد نعود في ذاك الوقت زرقت بصرات وعدت شي ما هو بغرضية غير ما قلت للوزير ذاك اللحظة اللي قال حد ولا قد نقولها. اسمح لي. والوزير للأسف رجاج اذكر صاحب المعالي اسمح لي لا تقبض من وقتي. صاحب المعالي ذكر الكبر والكبر من معانيه كبر من معانيه عن حد ما يلقط أمور صغيرة اللي بلد كبير. مثلا أنا أخذت عليك وأنا قايس الصلع هذه شافها الرأي العام ضرك وسلمت لك أنا وأنت مانا متهاجرين قلت لك حياتي السامح وأنا سامح اسمح لي وفطنت عنك ذا هو أنت مانا قاعد تعداها بالعجلة قلت لك تراك لك ما قلت لي أني أسمح لك. هذا الشيء تقيس القاعة وتقوله على المنصة. يومنا إذا قلت لك سولتك كوزير وطني عن طريق بوتليميت شاكية من أهل موريتاني ويعلم الله عني ماني متفقد ذاك الوقت أنك من أهل بوتليميت. سولتك عن طريق بوتليميت اللي تفرق عليها أهل موريتاني وشاكين لي من المواطنين تقبل وتلمها معاك. قلت لي فعلا لا إجابك لا في القاعة العامة. الكبر هون يقتضي عن شنقال مرقب ما يثار هون به للناس قاعد تسمع يوسر مرقب ولا تقولوا إله كبر اللام وتوزع يا التعود. وذي قضية ذيك تنهينا الفيانة ثقيلة فعلا يا غير اسمح لي ما هو بغرضي الناس اللي تنحمل على ذاك اللي ظاهرها وذاك ما هو ظاهر ما ينبش تروح وخلي يعود عادي. سيد الوزير أنا من الأمور قبيل اللي خسرت علي لين ما ذكرتها قضية تعذيب السلفيين اللي ينصب عليهم الملحامي من فوق ويتنصب عليهم الورقة. اسمح لي من وراء هربة السجين السلفيين بشر وعندهم الحق في الحياة. والسؤال الأساسي اللي السيد الوزير طارح عليكم هو من دراية كان إلى أجبرنا واحد مغتصب وكاتب من دراية كان جايز إنه في القانون عنا نعذبوه والله ما هي جايزان. هذا هو السؤال المطروح. أنا ظاهر لي عن أنا والخلطة ماني مبرأهم ولا أنا مدينهم غير قلت عن مين تقبلهم الدولة عاقلة يا تعود عندها القانون عندها طرقها اللي تمارس بها الوصاية وتطبيق القانون ما هو تعذيب الخلق. وانت بعد الليلة دافعت عن تعذيب الشرطة للناس دفعتهم يمنى على المظاهرة أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وبطهم لهم وقدر من الأمور ذاك نبته تبان كيف تشي دافعت. للأسف الشديد معالي الوزير الصور اللي عندي حقيقية يا غير قاع رأي لالك انت هون ناس القانون أنك منين يخلق الشيء ذا كيفته أنك تعدل أن القضاء يعدل فيها والقضاء الواقف أنت هو المسؤول عنه. والآلية الوطنية للتعذيب ما هي المسؤولة عنها عن تنفيذ الموضوع. الآلية الوطنية كيف محكمة الحسابات قانون هون ينص على أنها تعدل تقرير سنوي يا غير ما ينص على أنها هي السلطة اللي تنفذ القانون. المادة رقم 7 من القانون العادي ذا اللي عندنا تقول على أن النيابة تقوم السلطات القضائية لا تمارس النيابة العامة رقابة تلقائية على تطبيق قواعد وتعليمات هذا القانون. هذا الخبر انت فيه للأسف ذا اللي عدلتون على المنصة قدر من التلاعب بالألفاظ وأنا القوانين قريتها. إذا أنت كمسؤول عن النيابة هو المسؤول عنك تحرك دعوة قضائية ضد كل الناس اللي مارسوا التعذيب. واللي باقي فيها للأسف عنك الآن ايش ليه تقول قدام مولانا وايش ليه تقول قدام العليلات اللي مو ذا قدقين اللي نعدت لك صورهم اللي وعدل لهم الدرجة من التعذيب وأسرهم اللي تعرفهم وشباب 25 فبراير اللي أهلهم جاءوا قبضوهم طايحين قابوهم هو اسمه هو. ايش ليه تقول لمولانا هم ذوك اللي تقول على انهم هاي الصور مفبركة عدل ليش التحقيق ولا يجيب لها الفيديوهات اللي عندي ويجيبوها لأهلها ويحقوا في الصور وراها لك الصور أوضح فيها الفبركة من الفيديوهات به اللي الصور تلصق طشة دار على خرو واضحة والليل دار على سكنر يجي منعت هذا يعرفه الخبراء كاملهم.
للأسف الشديد ذاك مارست فيه أمور يا الله تكبروا قبيل عن العدانة لا بد أن نجاوبها. قضية أولاد هيدالة سيد الوزير، أنا جيتك هم وطلبتك عن نزورهم نحقق في قضية تعذيبهم، والأطباء قالوا عنهم وعذبوا، الحكم الصلي صدرت المحكمة ما نعرف له شيء، أبوهم رئيس وكتب لك عنهم، وأنا كتبت لك رسالة لين طلبتك عن نزور السجون ولا عدلتها، وش باقي بعد فيه عني نائب عن الشعب الموريتاني وورا ذاك في داخل النواب نائب رئيس مجلس النواب، وعلني نمشي لين سجن دار النعيم وتصندري له بطني ونقولها في الإعلام، وعنك أنت بعد ما اتصلت لك مقام النواب عندك ولا اتصل حد من السلطة التنفيذية ولا قال حد، وتجينا تفتخرنا على المنصة أنك جاوك نصرانية، جاتك نصرانية وزوجها كأن ما فيه من المتهمين ما هو ذاك النصراني، وأنك جبرتهم كامل ذاك ولد النصارى للأسف والأجانب عندنا نحن، وعلى أنك المنظمات النصارى فتحت لهم الطريق يعوثون كما يشاءوا، وعلى أنك كاريتاس تعاونكم وممنوعين الجمعيات الخيرية الإسلامية من يخلوا يدخلوا، إياك يهذبوا الناس وياك يعطوهم الجهد المخلص الوطني الحقيقي، ومع ذلك تعدل عميانه هو الغلطان. للأسف نحن أنت للأسف الشديد معالي الوزير أنا جيتك فعلا وجيتك أنت هو القايل اللي عني نجي. شكرا سيدي بعض النائب. الأمور ولا أنا ما يهي سيد النائب الوقت انتهى، وقتكم انتهى، شكرا شكرا جزيلا معالي الوزير.